الواحد يجب أن تعرفه عن الإدارة الناجحة والقيادة الفعالة والحفاظ على النجاح الفردي. ماركوس باكينغهام مؤلف أكثر الكتب مبيع، أولا خالف كل القواعد، وكذلك كتاب Now Discover Your Strengths. The one thing you need to know about great managing, great leading and sustained individual success. كنت أقرأ هذا الكتاب لأول مرة، شعرت بالرغبة في عقد مقارنة بين ماركوس باكينغهام وبيتر دراكر، حيث أن باكينغهام يفعل أشياء ساحرة للغاية، فهو يتحدث بعقلانية فائقة ولكنه يصل بعمق الاستنتاجات غير عادية. وهذا الكتاب يسفر بالحكمة والأفكار غير التقليدية، وهو جوهرة وتحفة فريدة تستحق الاقتناء. توم بيترز. مع وجود التعقيدات الضخمة لبيئة عمل اليوم وتوقعات العملاء، تمكن ماركوس باكينغهام من تقديم طريق واضح لفهم الحقائق البسيطة في صميم الإدارة والقيادة. ولكن أكثر الأشياء قيمة في هذا الكتاب هي الأمثلة الفريدة المليئة بالتحديات عن كيفية الحفاظ على التركيز على الأداء المهني الممتاز. روبرت نارديلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوم ديبو المتحدة. يتميز ماركوس باكينغهام بوعيه بما يستلزم الأمر للوصول للتفوق، ويدعم نصائحه بكم مذهل من الحوارات العميقة والأبحاث. إن هذا الكتاب مهم لكل من يطمح في الإدارة الناجحة والقيادة الفعالة، أو أي نوع من الإنجاز الشخصي الذي يريد أن يحققه مع مرور الوقت. ريتشارد كوفاس فيتس، الرئيس المدير التنفيذي لشركة ويلز فارغو. عنوان الكتاب لا يشير إلا إلى القليل عن مدى روعته، فهو يحتوي على الكثير مما تحتاجه لمعرفة حق ماركوس باكينغهام، وأكثر المؤلفين براعة وتحفيز في موضوعات القيادة أو الإدارة، ويتوصل النظريات بطريقة عملية، وذلك بدراسة العاملين وأماكن العمل التي يكتب عنها، وهو كاتب بأسلوب ممتع ورائع. توني شوارتز، مؤلف كتاب The Power of Full Engagement، ومدير شركة Energy Project. أمور قليلة ينبغي أن تعرفها عن الشيء الواحد. الجزء الأول، الشيء الواحد الذي تحتاج لمعرفته، نجاح التنظيم الدائم والثبات. إدارة والقيادة، ما الفرق بينهم؟ فرق جوهري. رؤية من الوسط وإطلالة من على القمة. الشيء الواحد الذي تحتاج لمعرفته عن الإدارة الوسائل الثلاث للإدارة الفعالة. الشيء الواحد الذي ينبغي معرفته عن القيادة الحكيمة، قائد يفوز بثقة وولاء الجميع. مخاوف 5، احتياجات 5، واهتمام 1. الجزء الثاني، الشيء الواحد الذي ينبغي أن تعرفه، النجاح الشخصي الدائم نسبة 20%. المتبارون الثلاثة الأساسيون، ابحث عن الوسائل المناسبة وقم بتوظيفها. الثاني، اكتشف أوجه القصور لديك وأصلحها. الثالث، اكتشف مواطن قوتك وعمل على تنميتها. كيف إذن تحقق النجاح الدائم؟ إذا ما شعور بالملل، الشعور بعدم الإنجاز، الشعور باستنزاف القوة واختلال التوازن المتعمد. الإدارة العظيمة، القيادة الحكيمة، النجاح الشخصي الدائم والمستمر. الأسئلة الأكثر نفع بالنسبة لمواطن القوة، بالنسبة لمواطن الضعف، بالنسبة للمحفزات، وعن الأسلوب المتفرد في التعلم. المتبارون الثلاثة الأساسيون، المتبار الأول، ابحث عن الوسائل المناسبة وقم بتوظيفها. الثاني، اكتشف أوجه القصور لديك وأصلحها. والثالث، اكتشف مواطن قوتك وعمل على تنميتها. شيء واحد يجب أن تعرفه، ماركوس باكينغهام.